السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي الاعزاء، معكم الاستاذه نهى توفيق حلس معلمه الكيمياء للصف الحادي عشر والثاني عشر من مدرسه بشير ريس الثانويه للبنات التابعه لمديريه غرب غزه تحت اشراف المشرف الفاضل الاستاذ اياد النبي. موضوع حلقتنا اليوم هو التاكسد والاختزال. وهو اول درس في الوحده السابعه يتوقع منك عزيزي الطالب ان تكون قادرا على ان توضح مفهوم التاكسد والاختزال قديما تبين المفهوم الحديث للتاكسد والاختزال تكتب انصاف تفاعلات تمثل عمليتي الاكسده والاختزال تعطي امثله على تفاعلات التاكسد والاختزال. بداية ما هو مفهوم التأكسد قديما؟ مفهوم التأكسد قديما هو عملية يتم فيها اتحاد عنصر أو مركب مع الأكسجين مثال على ذلك تفاعل المغنيسيوم مع الأكسجين أي بمعنى أن أي عنصر أو مركب يتحد مع الأكسجين فهذا هو مفهوم الاكسده قديما نتعرف على هذا المثال اتحاد عنصر المغنيسيوم مع غاز الاكسجين يعطينا اكسيد المغنيسيوم لاحظ عزيزي الطالب اتحاد الاكسجين مع المغنيسيوم فاعطاني اكسيد المغنيسيوم وهو لونه طبعا رمادي، الكل يعرف هذا التفاعل قد تم شرح في السابق سواء كان في ابتدائي او في شريط المغنيسيوم عندما نعمل له عمليه الاحتراق فيصدر ضوء قوي ومن ثم يتبقى اللون اللي هو الرمادي المائل على الابيض. الان مفهوم التاكسد قديما اتحاده مع الاكسجين العنصر، اذا هذا تاكسد. لكن مفهوم الاختزال قديما هو عمليه يتم فيها نزع الاكسجين من مركباته اي بمعنى اي مركب فيه اكسجين نزعه هذا هو يعتبر اختزال مثال تفاعل اختزال اكسيد النحاس لاحظ عزيزي الطالب CuO اكسيد النحاس زائد غاز الهيدروجين يعطيني نحاس زائد جزيء الماء اذا نزع الاكسجين من النحاس هذا واعطاني نحاس لوحده ومن ثم هيدروجين هذا مفهوم الاختزال قديما طبعا وقد تعدل مفهوم التاكسد والاختزال عن المفهوم القديم تطور مفهوم التاكسد والاختزال يتمكن من مفهوم دراسة مفهوم التأكسد والاختزال لديك النشاط الآتي: تفاعل المغنيسيوم مع الأكسجين، لاحظ عزيزي الطالب هنا مغنيسيوم، المغنيسيوم آخر مدار فيه يوجد اثنين الكترون زائد أكسجين المدار الأخير له يوجد ستة الآن اتحاد المغنيسيوم مع الأكسجين ماذا أعطاني؟ أعطاني أكسيد المغنيسيوم، أكسيد المغنيسيوم آيون المغنيسيوم وهو موجب 2 وآيون الأكسجين سالب 2. لاحظ من هذا الشكل من الذي فقد إلكترونات؟ هل المغنيسيوم أم الأكسجين؟ أحسنتم، الذي فقد الإلكترونات هو المغنيسيوم، والسبب أن المدار الأخير لكي يستقر ويصل لقاعدة الثمانية، أيهما أسهل عليه أن يفقد اثنان أم يكتسب ستة لكي يصبح ثمانية؟ طبعاً أن يفقد اثنان، أما المغنيسي أما الأكسجين، أيهما أسهل عليه أن يكتسب اثنان أم يفقد الستة؟ طبعا الاسهل انه يكتسب اثنان وبالتالي تحول الى ايون المغنيسيوم وتحول الاكسجين هي ايون الاكسجين هذا كله طبعا في المركب اكسيد المغنيسيوم لاحظ عزيزي الطالب ان ايون المغنيسيوم الايون الموجب هو الحجم تبعه اقل لانه فقد الكترونات اما حجم الايون السالب كبر لماذا لانه هو اكتسب ايه الكترونات إذًا ما التغيّر الذي حصل على عدد إلكترونات ذرات المغنيسيوم عند تفاعلها مع ذرة الأكسجين؟ فقدت ذرة المغنيسيوم إلكترونين، وبالتالي حدث نقص في عدد الإلكترونات. طيب إذًا ننتقل للسؤال الثاني، ما التغيّر الذي حصل على عدد إلكترونات ذرة الأكسجين عند تفاعلها مع ذرة المغنيسيوم؟ اكتسبت ذرة الأكسجين إلكترونين، وبالتالي حدث زيادة في عدد الإلكترونات كما لاحظنا في الشكل السابق. إذا ما العنصر الذي تأكسد في التفاعل؟ هو العنصر الذي حدث له تأكسد هو عنصر المغنيسيوم. لماذا؟ لأنه فقد إلكترونات. أما العنصر الذي حدث له اختزال هو عنصر الأكسجين لأنه اكتسب إلكترونات إذا نقترح تعريفا آخر تعريف حديث عن مفهوم التأكسد والاختزال قديما على تغير في عدد الإلكترونات التأكسد طبعا اكتشف العلماء أن تفاعلات التأكسد والاختزال عمليتان متلازمتان يتم فيها انتقال الالكترونات بين المواد المتفاعلة، هدول عمليتان متلازمتان ما مستحيل انه يحدث اكسدة لحال ويحدث اختزال في مرة اخرى، لازم الاكسدة والاختزال مع بعضهما البعض. اذا التاكسد هو عملية فقد المادة للالكترونات، اما الاختزال هو عملية كسب المادة للالكترونات. من الامثله على تفاعلات التاكسد والاختزال تفاعل الاكسده والاختزال الذي يحدث في الخليه الجلفانيه وهو تحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربائيه لاحظوا هنا ضوء المصباح هذا هو ناتج أساسا عن ماذا؟ عن تفاعل الأكسدة والاختزال، من الذي حدث له الأكسدة؟ هو الخرصين، من الذي حدث له الاختزال؟ هو النحاس، وسوف تتعرفون إن شاء الله في العام القادم بالتفصيل على مبدأ عمل الخلية الجلفانية. أما تفاعل الثيريمايت تفاعل الثيريمايت هذا يستخدم لإيه؟ للحم السكك الحديدية وهو عبارة عن ألمونيوم مع أكسيد الحديديك يعطينا حديد زائد أكسيد الألمونيوم لاحظ هنا يعطينا الحديد وهذا ناتج أيضا عن تفاعل أكسدة واختزال سؤال ادرس الشكل الاتي الذي يمثل تفاعل الصوديوم مع الكلور ثم اجب عن الاسئله التي تليه هذا الشكل لو لاحظت عزيزي الطالب لدينا عنصر الصوديوم ولدينا الكلور من الذي من هذا الشكل حدث له اكسده ومن الذي حدث له اختزال من الذي فقد الكترونات ومن الذي اكتسب الكترونات لو لاحظت الصوديوم في المدار الأخير يوجد إلكترون واحد فقط إذا أيهما أسهل أن يفقد هذا الإلكترون أم لقاعدة الثمانية أم يكتسب سبعة ليصل لقاعدة الثمانية اللي هو ثمان إلكترونات في المدار الأخير طبعا أن يفقد الإلكترون أما الكلور الأسهل عليه أن يكتسب هذا الإلكترون لأن المدار الأخير هو سبعة فهو أسهل أن يكتسب هذا الإلكترون ليصل إلى حالة الاستقرار فلاحظ أن صوديوم مع كلور أعطاني مركب كلوريد الصوديوم NaCl Na موجب و أل سالب Na فقد إلكترون أما Cl لذلك هو أيون موجب واحد أما الكلور اكتسب إلكترون لذلك هو أيون سالب واحد إذا يعبر عن الفقد بالموجب أما السالب يعبر عن الاكتساب بالسالب لاحظ عزيزي الطالب هنا في رقم واحد ما المادة التي تأكسدت في التفاعل هو الصوديوم ما المادة التي اختزلت في التفاعل هو الكلور اكتب معادلة تبين عملية تأكسد نصف تفاعل تأكسد أي لكل شق إذا نصف تفاعل تأكسد من الذي حدث له الأكسدة؟ الصوديوم إذا نكتب نصف المعادلة ونصف تفاعل التأكسد هو الصوديوم يعطينا أيون موجب للصوديوم زائد إلكترون ماذا نعني نعني انه ماذا حدث للصوديوم الصوديوم هو اكتسب الكترون واصبح ايون موجب ودائما عزيزي الطالب انتبه الالكترونات توضع في الطرف المقابل في الاكسده اي بمعنى في النواتج أما هنا في معادلة تبين رقم أربعة عملية الاختزال نصف تفاعل الاختزال هو كلور زائد إلكترون يعطينا بيعطينا أيون سالب هذه هي معادلة نصف تفاعل اختزال إذا الكلور اكتسب الكترون واعطاني ايون سالب هنا لاحظ عزيزي الطالب ان الالكترون يكتب في الطرف نفسه في حاله الاختزال اي مع المواد المتفاعله الكثير يخطئ في وضع الالكترونات في الاكسده والاختزال دائما الاكسده الالكترونات في الطرف المقابل اي بمعنى لكي اسهل عليك عزيزي الطالب في النواتج اما الاختزال في الطرف نفسه اي بمعنى انها في المواد المتفاعله في التقويم الختامي هل يمكن حدوث عمليه التاكسد او الاختزال لوحدها احسنتم بالطبع لا لا يمكن لان التاكسد والاختزال عمليتان متلازمتان مع بعضهما البعض فقد الكترونات واكتساب الكترونات في نهايه درسنا لهذا اليوم قد تعرفنا على مفهوم الاكسده والاختزال قديما وتعرفنا على مفهوم الاكسده والاختزال حديثا وباذن الله سوف نتطرق في الحلقه القادمه الى قواعد اعداد التاكسد دمتم بخير كانت معكم الاستاذه نهى توفيق حلس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته